قبل ما تفكروا في رفع سعر الغاز. وانا في اعتقادي انه ده بيبين اهميه ما يسمى بلغه بتوع يعني اداره الاعمال الباكج، ان حزمه التصليح تبقى ماشيه كلها مع بعضها. والا لو خدنا بقى حته وسيبنا حته، فعلا الموضوع ممكن يواصل التعصب وندخل في دوره جديده من دورات الفشل في اداره العمليه الاقتصاديه والماليه في البلاد. وبالتالي يتعين على الحكومه، او كان يجب عليها في اللحظه اللي قررت فيها ترفع سعر غاز المنازل، وانا ارى ان في درجه من العداله، في نفس الوقت تبقى حريصه على ان انبوبه البوتاجاز تصل للمواطنين بالسعر المقرر، اللي هي نفسها هي اللي اختارت ان تحدده اللي هو 8 جنيه، وبافتراض ان هيبقى فيه 2 جنيه توصيل يعني 10 جنيهات. لازم يكون عندها الادوات لعمل ده، والا تقول طب ايه المغزى يعني ان انا بعمل حاجه ب 8 جنيه وانا متاكد كل مسؤول حكومي متاكد انها بتوصل للناس 30 40، اي عبث يعني في ذلك. طب يعني ايه الخلل يا استاذ مصباح هنا؟ الخلل يعني بيكمن فين بالظبط؟ فان هي ممكن تكون بتنتجها ب 8 جنيه واقصى حاجه ممكن توصل للمواطن ب 10 جنيه، ايه اللي يخليها توصل ل 30 جنيه؟ هل يعني ما فيش رقابه مثلا على اللي بيوصلوا الانابيب اللي بيغلوا السعر؟ هي في الفتره اللي فاتت يعني اقصد اقول لحد يناير 2011 كان في نوع من المعاهده غير المكتوبه ما بين الناس بتوع الحزب الوطني ومجموعه من الفتوات والبلطجيه وبتاع، ان احنا نسيبكم تستهزئوا من موضوع الانابيب ده ومسائل اخرى يعني، مقابل انه في الانتخابات بقى تقفلوا معانا وتساعدونا يعني. طبعا يفترض ان ده انتهى، لكن جت الثوره بعد الثوره لما حصل انفلات امني عزز استمرار المعادله دي. وبقى في للامانه برضه جمهور، انا نفسي بعتقد انه الفتوات دول من حقهم علينا انهم يبقى عندهم فرصه عمل او فرصه كسب شريفه. يعني هي في الاخر هم شغالين وبيوت مفتوحه من على حس الحكايه دي. لو شلت ده منهم هيحصل مشكله، فاقصد اقول على صانع السياسه انه في نفس الوقت اللي بيحجم فيه عمليه هيمنه الفتوات والبلطجيه وكذا على عمليه التوزيع، انه كمان يخلق فرص عمل تساعد الناس. عايزين قبل ما نتوسع مع حضرتك ويحسن عايزين قبل ما نتوسع مع حضرتك في الحديث عن يعني السلع او الخدمات اللي بتقدمها الدوله للمواطنين ورفع اسعارها وغيرها بشكل اكبر فيما يتعلق بموضوع الدعم، نتكلم برضو اكتر شويه في حته الغاز. اذا كان حديث حضرتك الان عن جزئيه تتعلق بوجود وسيط في عمليه وصول اسطوانات البوتاجاز الى المنازل، وبناء عليه او بناء عليه بتزيد الاسعار بالشكل الرهيب دوت 3-4 اضعاف. والعمليه ديت مش موجوده في الغاز اللي بيوصل للمنازل، اللي موجود اصلا يمكن زي ما حضرتك تعرف يا استاذ مصباح على مستوى كل الفئات، وهنا القرارات ما بتحددش فئه. يعني ربما يكون الغاز ده واصل من خلال الانابيب او مواسير الغاز الطبيعي ويس. لمناطق شعبيه او بسيطه. طب ازاي هيتم اعتبار انه دي شريحه قادره ودي شريحه مش قادره، وخاصه انه المخاوف الان انه تزيد الفواتير 3-4 اضعاف؟ على فكره انا يعني فاكر مره برنامج في التلفزيون المصري من 8 سنين طلبت وزير البترول وقتها ان هو يوصل الغاز المنازل ببلاش. هو الناس بتدفع تكلفه دلوقتي من 1500 الى 2000 جنيه، وقلت ان ده هيبقى مكسب للخزانه العامه، انك هتعوض ده في خلال سنه ونص بالكتير لو وصلته ببلاش. بما يعني انك انت لو الناس بتحصل على الغاز، الدعم المقدم لانبوبه البوتاجاز اكتر بكتير جدا من الدعم بتاع غاز البيوت. الانبوبه وصلت تكلفتها الان الى قرابه ال 70 جنيه وهي بتتباع ب 8 جنيه. فاقصد اقول كان من المصلحه انك انت تتوسع في هذه العمليه، ولذلك يحسب للمهندس ابراهيم محلب انه قال وامن ان الحكومه تلتزم بذلك، ان الوفر المحقق في ارتفاع رفع اسعار غاز المنازل سيتم استخدامه في مد مزيد من البيوت. احنا على فكره محتاجين، احنا عندنا اكثر من يعني 4 مليون منزل محتاجين انك توصل لهم، لسه في مسافه طويله. كان في خطه لتوصيل الغاز الى 2 مليون بيت، شغاله يمكن ببطء شويه لانه برضه بعض المشاكل الامنيه ومشاكل اخرى، الشركات اللي كانت قايمه على التوصيل مش راضي عن الفئه اللي بتاخدها. فمن المهم بقول لحضرتك ان انت يعني صحيح بعض البيوت البسيطه دخلها الغاز، بس في عدد هائل من البيوت في مصر يجب ان يدخلوا الغاز الطبيعي. ده صحيح، لانه حضاري وانه مفيد وانه وبالنسبه لهم امن ومستقيم. وكمان بيمنع الوسيط اللي بيستغل المساله، ما هو صحيح. احنا عايزين نحارب الفساد والجشع اللي في حياتنا في كل حته، هو القصه في وصول الدعم الى من لا يستحقه
في دعم الطاقة أو في دعم رغيف الخبز أو في دعم كتير من السلع، إن إحنا بنشوف ناس بتثرى ثراء فاحش من استثمار هذا الدعم بشكل شخصي، في حين إنه المفروض يوصل عن طريق حاجة تشبه الكروت الذكية الخاصة بالبنزين أو الكوبونات اللي كانت بتوزع في مصر زمان من 30 40 50 سنة فيما يتعلق مثلا بحاجات زي السولر، إنه يكون في وسائل أخرى لوصول الدعم فعلا لمستحقيه. النقطة اللي أنا عايز أقولها لحضرتك وأسألك عنها كرأي اقتصادي، إذا كان البعض بينتقد هذا القرار لأنه لا يحقق أكتر من 1% وربما أقل من تعويض عجز الموازنة فيما يتعلق بالطاقة، لأنه مش هيحقق لخزينة الدولة يعني أكتر من مليار جنيه، في حين أنه العجز أكتر من كده بكتير طبعا، صحيح أكتر من 100 مليار. صحيح. هو الدعم المواد البترولية المفروض يعني في السنة دي هتخطى ال130 مليار جنيه، والسنة الجاية برضو ممكن يفوق الرقم ده إذا ما عملناش تصليحات في الموضوع. الوفر اللي هيتحقق من الغاز المنازل من 900 لمليار جنيه، وده مبلغ مش كبير، لكن يعني قد تكون قيمة القرار في إنه إن الحكومة ها يعني بقى عندها العزيمة والهمة إنها تاخد خطوة في عملية إصلاح أو توصيل الدعم اللي مستحقيه، بدل من الفساد والهد والسرقة والتهريب اللي كان موجود طوال السنوات الماضية واللي فيه الناس كتير يعني استفادت منه استفادات فاحشة وغير مشروع. فاحنا بنقول احنا ما صدقنا انهم يعني خدوا هذه الخطوة، بس انا زي ما بقول لحضرتك انا بتمنى ان يبقى الحزمة الاصلاح كلها مكتملة وان تعرض على المجتمع بشفافية فيما عدا نقطتين. انا هزود السعر قد ايه واعتباره من امتى، دول من الطبيعي ان يبقى ده يعلن في اخر اللحظة، زي بالظبط يمكن لو حضرتك تذكر مثلا لما باجي ارفع الجمارك على سلع من السلع بعلن القرار الساعه 12 بالليل عشان حتى لا يستفيد واحد يروح بنك يفتح اعتماد ويقول لك ده انا عملت قبل ما القرار يتعمل وكذا، عشان يبقى فيه يعني فرص متساويه قدام كل المستوردين وقدام كل الناس في التعامل. فبرضه انا بعتقد ان من المهم ان الحزمه تكتمل، وانا بظن بصراحه مش مساله انه ده في ناس يقول لك الله ده انت كده يعني ايه ده انت بتمهد الارض بقى للسيسي عشان ايه تاخد الحكومة دي الصدمة وبعدين يجي السيسي، وفي ناس تانية يقول لك بقى ده كلام يعني في واحد مرشح مفترض ان عنده فرصة اكبر زي اللي مشي السيسي وانتوا عملت شعل البلد، فالناس تقول لك احنا طبعا هنشوف هنتابع البرامج الانتخابية. انا ظني بصراحة ان الاصلاح في مصر مسؤولية وطنية ومسؤولية ضمير، يعني انا لو عايز اكمل كوزير افضل ان انا ستف وانقل زي ما كان بيقول دايما توفيق الحكيم الجثة لي وكيل النيابة اللي بعدي ولا ضابط المباحث هو اللي ينشئها من التابعة وهو اللي ياخد الملف. يعني أنا بظن أنه أي مسؤول شريف يجب أن يتصدى بأمانة وبشجاعة لعملية إصلاح، مش بس الحياة في إصلاح عجز الموازنة ودعم الطاقة، حاجات كتير جدا في مصر، فكون الناس تعملها دلوقتي هذا ليس عيبا في ذاته، إنما هي تعملها إزاي وإزاي تحوز قبول أو ثقة بمعنى دق، مش هيبقى قبول، هي الثقة قبل القبول. صحيح. لأنه ما حدش هيبقى فرحان قوي لما يعني يدفع تكلفة أكتر شوية. بالظبط. وتحمي الفقراء ومحدود الدخل. يعني صحيح. أكيد الطبقات الغنية أو القادرة يا أستاذ مصباح ما عندهاش أي مانع إن هي تدفع ربما أكثر قليلا في الطاقة أو منتجات الطاقة وما إلى ذلك، في سبيل إنه الأسر الفقيرة أو الطبقات الفقيرة يعني بنقلل العبء عنها. نعم. ولكن لابد أيضا من وجود شفافية ووضوح من قبل الحكومة. كويس. يعني اما نقول ان احنا بنوفر في الطاقه او بنوصل الدعم المستحقي والاسر الغنيه او القادره ممكن يعلى عليها اسعار الكهرباء او الطاقه او ما الى ذلك، طيب ما هو انت برضو لازم تحدد يعني مين اللي هيحدد الاسر الغنيه او القادره، يعني ده تعبير برضو نسبي، ممكن البعض بيرى انه غير قادر. مش كيمياء ومش صعبه دي، انا هقول لحضرتك في نقطتين كده على الكبار وعلى يعني من محدود الدخل والفقراء أو الفئات الأولى بالرعاية وبالحماية. يعني الاتحاد الصناعات بمنتهى الأمانة يعني طلع يعني تقييم مهم جدا على إصلاح أسعار الطاقة في مصر، كان أعده الأستاذ سامي أبو بكر ووافي عليه مجلس إدارة الاتحاد، وأنا يعني إيه أكتر من حد نشر وعلق عليه، حتى زميلة عزيزة الأستاذة أميمة كمال قالت إنه يعني ده بيبيضوا وشهم رجال الأعمال وكذا، وأنا أظن إنهم كويس إنهم يطرحوا المبادرة دي، وممكن حد يتفق ويختلف معاه، بس من الواضح انه الاغنياء نفسهم ملوا من الوضع الكئيب اللي موجود ده اللي بقاله 30 سنه. انا رايي انه بيضر بالجميع الا قله اللي يعني بتسري على حساب الشعب المصري كله في موضوع اسعار الطاقه، يعني في بعض الصناعات وفي مجالات اخرى، وفي نفس الوقت بيعطل فرص للبلد كتير التشوه اللي موجود ده في الاسعار. فالاغنياء كده كده معروفين،
وفي حزمه من الحاجات مفروض تتعامل معاهم، زي ما سمعنا ان في ضريبه اضافيه 5% على اللي دخله مليون جنيه او ربحه مليون جنيه فاكتر، في ضريبه العقاريه المفروض تنتظر توقيع رئيس الجمهوريه، اللي عنده سكن او مجموعه يعني شقق فوق ال 2 مليون جنيه هيدفع ضريبه عقاريه وهتدفع منشات سياحيه وكذا، يعني في حاجات المفروض يحتملها القادرون، وسواء بقى كان برضا او بغير رضا، بس ده ظرف استثنائي في مصر ولازم يتحمله، يعني ربما يكون حتى عندهم احيانا يعني منطق في رفضهم لحاجات او تحفظهم على حاجات عشان النمو بطيء دلوقتي. يعني احنا البيزنس مش في حاله انتعاش وصهلله، لكن في كل الحالات من سيدفع التكلفه الا هم يعني زي الا القادمين يعني. اما فيما يتعلق بالفئات المتوسطه نعم، ودي نقطه منطقيه انه نعم. القادرون او القادرين عليهم ان هم يدفعوا وبمنطق وبقانون انه صحيح. يبقى في شريحه اضافيه من الضرائب زي 5% زي ما حضرتك اشرت او غيره صحيح. وتبقى مسائل قانونيه نعم. لكن للاسف الشديد اللي بيحصل واللي الناس بتشوفه وبتحسه انه اللي بيدفع في النهايه الفاتوره بيكون الفئات الاكثر احتياجا، انه لما يتقرر للمصانع الترخيص باستخدام الفحم كمصدر رخيص للطاقه، وانه تزيد اسعار الغاز الطبيعي على المواطنين مش على المصانع اللي بتاخد دعم كبير في هذا المجال، بيكون ده معناه انه الفقراء هم اللي بيدفعوا ثمن فاتوره استمرار الاغنياء كما هم اغنياء. والله ما انا برضه مش مختلف معاك الحقيقه، احنا طول الوقت بندفع ثمن يعني الناس الغلابه في مصر الحقيقه طول الوقت بتدفع ثمن، بس انا ظني ان الحكومه دي بتفكر بطريقه مختلفه يعني في الموضوع ده، بمعنى انه هي عندها حزمه في تردد. يعني يمكن تذكرون لما الدكتور اسف العربي لما كان في واشنطن وقال ان احنا بنفكر نرفع الكهرباء على يعني ال 20% الاعلى استهلاكا في مصر، الدنيا هاجت برضه، كان حاجه استفزتني انا شخصيا وحتى اصدقائي سايين يعني برضه معترضين، طب امال ان ما كانش دول اللي يتحملوا امال مين؟ فاقصد اقول لابد ان يبقى واضح للجميع انه القادرون سيتحملون تكلفه يعني مش هينه سواء في الصناعه او غير الصناعه. انا عندي جدول برضه يمكن النهارده يعني عملت له نشر واسع كده، انه برضه اتحاد الصناعات نفسه مقترح، هو نفسه مقترح جدول يعني يطبق على 4 سنوات عمليه رفع تدريجي للطاقه للمصانع الكثيفه، اصل في 3 فئات. الكثيفه هي بتاخد دلوقتي او بعضها على الاقل بياخد ب$6، وبرضه في مسافه كبيره جدا ما بين السعر العالمي، هي بتبيع منتجاتها زي ما احنا عارفين باسعار عالميه، اقصى سعر بتاخد بيه الغاز هو $6، وفي مصانع بتاخد يعني من 6 كده لحد 4 ده كثيفه، وفي يعني مصانع متوسطه الاستهلاك بتاخد باقل من كده، وفي مصانع بتاخد حتى باقل من $2. العمليه دي كلها محتاجه اصلاح عادل يعني عشان الناس دي تتحمل تكاليف كل حسب الصناعه اللي هو فيها وحسب الطاقه كمكون في المنتج النهائي وكذا نعم. يعني لازم تتصلح، وانا رايي ان الحكومه لازم تعمل ده وانا متاكد انها بتفكر فيه. هو اهم جمله حضرتك قلتها يا استاذ مصباح يعني اصلاح عادل انه بيكون في عدل و